يعطيكم العافية. في هذا الدرس هنعرف شو هو الجيم اوبجكت وشو هو الكومبوننت. الجيم اوبجكت هو اي اوبجكت موجود عندي في المشهد. طبعا بدون الجيم اوبجكت انا ما بقدر اصنع اي لعبة، تمام؟ طيب شو هو الكومبوننت؟ الكومبوننت هي عبارة عن عنصر بضيفه للجيم اوبجكت، وهو هذا اللي بيميزه من جيم اوبجكت لجيم اوبجكت. على سبيل المثال انا عندي هنا هذا البيت، هذا عبارة عن ايش؟ جيم اوبجكت. لو جيت هنا فتحت هاي هلاقي انه هذا الجيم اوبجكت له مجموعه من الكومبوننت. طبعا هذا الكومبوننت تبعته بتختلف عن الكومبوننت تبعت مين؟ تبعت الشجره، تمام؟ مثلا لو جينا هنا هلاقي عند كيوب، هنا هلاقي عنده مشين درار، هذا هلاقي عنده فينا ايش؟ كومبوننت ريجيد بودي، لكن هذا مش موجود في الكومبوننت اللي موجوده في الشجره، تمام؟ فهذه هي الكومبوننت اللي هي بتعطيله مزايا للجيم اوبجكت. يعني مثلا في عندي هنا اللي هي الكيوب 0.19 مش فلتر. المش فلتر اللي هو بيعطيله المجسم تبع البيت، تمام؟ لكن في عندي هنا المش فندر هو اللي هو اللي بيعطيله الطلاء، اللي هو مثلا الالوان والخامات هاي، تمام؟ بديله الاضاءه وبديله الماتيريال. هذا هو المش ريندر. المش فلتر هو كومبوننت بيعطي الشكل للجيم اوبجكت، اما المش ريندر اللي هو بيعطي اللايت الاضاءه وبيعطي الماتيريال للجيم اوبجكت. وطبعا بدون الجيم اوبجكت ما بقدر اصنع اي لعبه، وبدون الكومبوننت كمان انا ما بقدر اصنع لعبه. يعني اكيد لو انا عندي جيم اوبجكت فاضي وما في اي كومبوننت الا الترانسفورم، طبعا حيظهر عندي سين فاضيه. وهذا هو باختصار شو هو الجيم اوبجكت والكومبوننت. ويعطيكم الف عافيه.